معلم عنده خضرات وعنده خبره تعاون مع الدول مع المنظمات الى اخره. اذا هدف المؤسسه يتعلق بالتكوين بناء القدرات. المستوى الرابع في المؤسسه هو اخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. والتصور اليوم اللي كاين مازال ما تحاش على المجلس الحكومي واللي فرضوا النقاش هو يكونوا فيه جوج ديال الغرف بحال البرلمان. واحد الغرفه ديال الشباب وغرفه ديال العمل الجمعوي. هذه الهيئه هذه عندها طبيعه استشاريه. التكوين ديال بحال البرلمان كيستشروا وكيعطيوا اراء للحكومه واراء البرلمان لا في القوانين ولا في السياسات. هتولي عندنا واحد المؤسسه اللي فيها واحد القطب واحد الغرفه ديال العمل الجمعوي اللي شغلوا ما كيناقشوا وكيتشاوروا حال كيفاش نطوروا العمل الجمعوي في القوانين ديالو في التنظيمات في التمويلات في الرقابه في الى اخره الى اخره. هذا حتى هو واحد النقطه اللي هي مهمه جدا على مستوى المؤسسه. نقطة خامسة مهمة جدا هو اليوم كتعرفوا عندنا تقريبا 100 نقولوا تقريبا عندنا تقريبا واحد 116,000 جمعية مصرح بها مصرح بها ولكن ما عندناش واحد السجل اللي ملي كتسجل الجمعية كتسجل وكتاخذ واحد الرقم وطني بحال البطاقة الوطنية وذاك الرقم كيدخل في ذاك الملف ديالك وكيتبعك فين ما مشيت. اليوم كل واحد عنده جمعيه والسلام. تيمكن يعمل واحد المشروع مثلا ديال بناء مثلا مركز او بناء مشروع معين تيمكن يدير لهذ الوزاره ولهذ الجمعيه لهذ الجماعه ولهذ العماله ولا ستو ادري ويمكن بنفس المشروع يطلب الدعم لهذ المؤسسه ولهذي 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 وهذ الجمعيات كلهم ولهذ المؤسسات ما يعرفوش هذ العلاقه بينهم. ما عندناش سجل. انوجيستر كتعطيك واحد الرقم الوطني بحال ليدونتيتي ديال كارت ناسيونال تيولي الجمعيه عندها كارت ناسيونال ديالها وكتولي كل ما عمرات شي حاجه من العصر ديال الحوسبه كتدخل ذاك الرقم وكتحوسب بانها تعاملات مع الجهه الفلانيه وتمكن تضبط المعلومات ديالها الى اخره الى اخره. وهذا غادي يحل واحد المشكل اخر هو ديال التصريح والترخيص والحوار الوطني اقترح باش السجل يكون عند النيابه العامه عند وزاره العدل. هذا الحوار الوطني اقترح مازال غنشوفوا الحكومه ونشوفوا البرلمان ونشوفوا الاخير في القوانين اللي غتجي حيت كاين بزاف تدري في الدول. كاين موضوع اخر هو اخراج واحد في جميع القطاعات الحكوميه تكون واحد الوحده اداريه في الداخليه في العدل ضمن الاسره الشباب والرياضه الثقافه في كذا تكون عندهم وحدات اداريه متخصصه في العلاقات مع الجمعيات. كاين دابا اللي فيها مثلا يعني مديريات او فيها اشخاص ولكن ذاك التنظيم اللي بغى يتحاور مع واحد الوزاره معينه يكون عنده واحد المخاطب محترف ومعروف يتعامل مع بجميع الطرق الالكترونيه والهاتفيه الى اخره كتولي عنده واحد الوحده اداريه باش تنظموا العلاقه بين هذا النسيج الجمعوي الكبير وغيتزايد ان شاء الله في المستقبل. اليوم عندنا 116,000 يمكن من عامين تقسيم لي عندنا 200,000 طبيعي تكثر الجمعيات. هذه العلاقه باش تنظم مع القطاعات الحكوميه خلال وحدات اداريه. ايضا لابد ان تكون عندنا اليوم واحد العمليه ديال التمويل مرتبطه بالتغيير اللي وقع على مستوى البرلمان في القانون ديال المالي القانون التنظيمي المالي كتعرفوا اليوم من اهم المستجدات ديال ما يسمى بالقانون التنظيمي المالية. شكون هو القانون هذا؟ هو القانون اللي كيسميوه القانون الدستور المالية. هو القانون اللي كينظم المداخل والمصارف ديال الدولة واللي بيه كيخدم البرلمان وكيراقب الحكومة. وقع فيه واحد التغيير مهم جدا أن الميزانية ديال الدولة كلها ديال القطاعات الحكومية ديال الجماعة الترابية ما تبقاش دار ميزانية سنوية. غتبقى دار ميزانية على كل ثلاث سنوات. ماشي كل عام كنعاودو نبرمجو بغيت مثلا نبني مثلا واحد مؤسسة مثلا في البلاد غنبرمج هذا العام ثاني عام نعاود نبرمج لا غنقول هاد المؤسسة مثلا خصها مليار ديال السنتيم غندخل ليها العام الأول مثلا 300 مليون العام الثاني مثلا 300 العام الثاني مثلا 400 وكنبرمجها مرة واحدة باش كنتفاداو هذاك التجزيء اللي كيوقع كثرة الأوراق كثرة الاجتماعات إلى آخره. البرمجة اللي فيها
تعدد السنوات حتى مع الجمعيات، ما غتبقاش كل جمعية بغا دير شي مشروع مع شي جماعة أو لا شي وزارة، كل عام دير المشروع مع الوزارة، كل عام دير الطلب. إلا عندك واحد المشروع فيه ثلاث سنوات كندير معك اتفاقية ثلاث سنوات، الله يهنيك، تبقى نعطيك 600 مليون مثلا دير مشروع، صافي الله يهنيك، عندك 2 مليون دير درهم سنويا، حنا تبقى الله يهنيك، كل عام تدخل لك 2 مليون. هذا على مستوى البرمجة من خلال القانون ديال المالية اللي أيضا غادي ينعكس على الجمعيات. كاين واحد القضية مهمة كبيرة بزاف، وهي أنه غادي يبقى يتحال واحد التقرير سنوي على البرلمان. تقرير سنوي على البرلمان كمؤسسة ديال الرقابة على المال العام. هذه المؤسسة تقرير غتعمل الحكومة وغادي يمشي للبرلمان. أشنو فيه؟ جميع الجمعيات في البلاد من اللي في اللي في أي جماعة قروية ولا في أكبر مدينة، الجمعية شنو خدات ومن عند من خدات وعلاش خدات، تقرير وغيمشي للبرلمان وغيتنشر باش المغاربة يعرفوا كل جمعية في البلاد شنو خدات من أي جهة، واش من مشروع، وشحال المبلغ، وفوقاش إلى آخره. تقرير شامل سنوي حول تمويل الجمعية، وهذا التقرير كان من توصيات الحوار الوطني، وجلالة الملك عطى فيه التعليمات ديالو أنه يتحال سنويا على البرلمان. عرفتوا شنو ربحوا بهذه القضية هذه؟ غنقول لكم واحد المجموعة هاد الناس اللي كانوا كيدخلوا لهذا العالم ديال الجمعيات غير باش يعملوا أمهم، اللي ما عندها علاقة بالعمل الجمعوي غادي يمشيو بحالتهم، ما يبقى في الساحة غير اللي هز راسو ومعري على دراعه وعنده مشاريع وكيتعاقد بوضوح وكيطبق ومستعد يعطي الحساب. أنا غنقول لكم واحد 50% ديال الناس اللي كيدوروا في هادشي هذا بهاد الطريقة غادي يمشيو بحالتهم، اللي غادي يوعاو شي بعدين غادي يبقاو غافلين. غتقول لي غافلين غادي تشدو شي حاجة أخرى. لاحظتوا بأنه نهار 13 مارس السيد رئيس مجلس الأعلى للحسابات السيد رئيس الشطو صدر واحد البلاغ، باش تكونوا على بالكم أنتم هذاك البلاغ شنو فيه؟ هذاك البلاغ شنو فيه؟ طلب من جميع الجمعيات يمدوه بالوثائق والتقارير المالية من 2009 ل 2014. دابا راه جميع الجمعيات يتصلوا بمراسلات من المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات كيطلبوا منهم من 2009 إلى 2014 خمس سنين جميع الأموال اللي خداوها من أي جهة خصهم يعطيو التقرير ديالها ويعطيو يعني الوثائق باش صرفوها. يمكنش واحد يقول لك شي بزاف هاد الجمعيات المساكن غير ضعاف وكذا والحساب وشوف سير الآخرين الكبار اللي عندهم كذا. الإصلاح الإخوان، الإصلاح ما خصش نفرقوا به بين الصغير والكبير واللي عنده ليل واللي عنده مليار، خص كل يدخل بالحساب. إلا بغينا مجتمع عنده ثقافة المحاسبة خص الجميع يدخل بالحساب، كل اللي عنده مليار يعطي الحساب واللي عنده ليل يعطي الحساب. المساواة في هذا الباب هذا بالذات من أهم أنواع المساواة. علاش؟ ما كيبقاش شي ريال ديال البلاد يعني ما عندوش قيمة. أنه اللي لعب بريال غادي يلعب بعشرة، واللي لعب بعشرة غادي يلعب بمية، طبيعي. إذا هذه اليوم هذا راه بلاغ معمم باش أنه التقارير المالية تقدم المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوية باش ندخلوا في واحد العصر ديال المأساس، هذه العلاقة بين الدولة وبين الجمعيات في الموضوع المالي. تأخذ ضروري، أنا نقول لكم ماشي تأخذ بين الجمعيات قليل. دابا تقريبا 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 شي كاع اللي كيهضروا عند الجمعيات من طرف القطاعات الحكوميه ومن طرف الجماعات الترابيه الى اخره، الى زدنا لها التنميه البشريه تقريبا واحد 4.5 مليار ديال الدرهم، تقريبا واحد 400 مليار كاع ونص تقريبا ديال الدرهم ديال السنتيم. يمكن كتبان كثيره، يمكن واحد يجي قليله، انا كتجيني قليله، انا كنتسنى فوقاش هذا المقدار في 10 اي ولكن شكون الجمعيات الجاده تاخذ، حيت اليوم بالاحصائيات والدراسه اللي عندنا حوالي تقريبا 62% ديال الجمعيات، عفوا
62% من التمويل اللي كيمشي للجمعيات كياخذوا تقريبا 2.5 ديال الجمعيات، 62% من الغلاف اللي كيمشي كياخذوه 2.5% من الجمعيات، حين الأغلبية الساحقة لا تأخذ شيئا، لا تأخذ شيئا، وهذا وضع لا يمكن أن يستمر، لأن فيه ظلم وفي تعسف وفي حيف. كتصيب واحد الإنسان مثلا خدام كيتقاتل وكيمشي يقلب على الماء، يحفر الماء كجمعية، ويمشي يعاود السواقي، ويمشي يراعي اليتامى، ويمشي يقلب عليه يدير ليها يعني الأرانب، ولا يدير ليها الشاة ولا كذا، وما يصيبش اللي دعمه بريال، وتصيب واحد آخر قاد كذا مع راسو في جمعية، وعنده واحد المحفظة وكيعرف يتكلم وكيعرف يدير هنا وهنا إلى آخره، وتصيب ذاك الكونت دايرة في الإمكانيات إلى آخره وكذا وكذا وكذا. هالشيء هذا اليوم ما كينساش الدستور، هانتوما نذكركم خصنا نحفظوا هذاك الفصل الأول من الدستور. الفصل الأول من الدستور تيقول لنا النظام الدستوري للمملكة بني على 4 مرتكزات، هذا خصو واحد فينا يحفظها، 4 مرتكزات. المرتكز الأول هو فصل السلطة وتعاونها وتوازنها. أنا كنتكلم عن السلطات يعني المنتخبة أساسا زي السلطة القضائية، أي الحكومة والبرلمان، هادو منتخبين، هادو منتخبين. تشريع القضاء غير منتخب لحد الساعة، غير منتخب، كنت هو سلطة مستقلة. هادو خصهم يتعاونوا ويتوازنوا وحدة ما تغى على الأخرى، هذا هو منطقة الفصل بيناتهم، هذه المنظومة الأولى، هذا المرتكز الأول. يعني خص يكون عندي برلمان قوي، حكومة قوية، قضاء قوي، كل واحد مستقل على الآخر، ولكن ماشي يتصارعوا، كيتعاونوا وكيتوازنوا بعضياتهم باش كنحفظوا المصالح ديال الدولة ديال المجتمع. المرتكز الثاني اش يقول لنا؟ الديمقراطية المواطنة والتشاركية، هذا المرتكز الثاني، وهذه جاية للمجتمع المدني. راه كاين واحد النقاش كيدور عند السياسيين غلط، كنسمعوا حتى في البرلمان، يقول شي برلماني مثلا يعني تيكون يعني ما كينتبهش لهذا القاموس، يقول مثلا بانه حتى عندما يسأل رئيس الحكومة احيانا طلب على الاخوان في المعارضة يقول له السيد رئيس الحكومة انت ما كتخدمش الديمقراطية التشاركية، غلط فكري. الديمقراطية التشاركية كاينة مع المجتمع المدني، كنتشاركوا كنتعاونوا، انا نتكلموا على القوانين بعد غادي يجيو. اما بين البرلمان وبين الحكومة خصك تتكلم معاه باللغة ديال توازن ديال السلطات، تقول لي انا ما كاينش توازن، انا تغطي تجاوزي الحدود ديالك، انا ما كاينش الفصل، دخلتي في المجال ديالي، وتقول له خصنا نتعاونوا بين السلطات، ما تقولوش تشاركية. التشاركية مصطلح دستوري جاء في المرتكز الثاني في الفصل الأول من الدستور، كيتكلم على المجتمع المدني، ماشي على السياسيين والانتخابات والحكومة والبرلمان. البرلمان كيجي في المرتكز الأول اللي هو فصل السلطة وتعاونها وتوازنها. إذا بغيت تحتاج على رئيس الحكومة من حقك كنقول له هنا ما تعاونتيش معنا كبرلمان، هنا تجاوز اختصاص ديالك، غنمشي معك المجلس الدستوري، ماشي ما كديرش معنا الديمقراطية التشاركية. التشاركية عندها علاقة مع المجتمع المدني، حنا غنتكلموا عليها كمحور استراتيجي ثاني. إذا اليوم هذه المؤسسة مهمة جدا. أمر آخر مهم دائما في المؤسسة، الحوار يوصي بإعداد واحد الموقع إلكتروني للحكومة، يقول بمثابة مؤسسة إلكترونية. موقع أش فيه؟ أي مغربي يدخل له خصو فيه المعلومات اللي عندها علاقة مع الشراكات. ندخل غنصيب مثلا تنغير، البلدية ديال تنغير كتعلن على أنها تعلن مثلا على إطلاق مشروع شراكات مع الجمعيات، هل الأولويات ديالو، هل المبالغ ديالو إلى آخره. نصيف نفس الموقع وزارة الطاقة والمعادن تلقى واحد مشروع شراكات مع الجمعيات، هل الأجل ديالو، هل البرامج ديالو، هل التمويلات ديالو، هكذا إلى آخره. واحد الموقع مؤسسات ديال الدولة، أي مغربي يدخل، أي فاعل جمعوي يمكن يتماس بالمعلومة، ماشي خصو يمشي يدق الباب ديال العمالة باش يعرف شنو ديال العمالة، ويمشي خصو يقلب الموقع ديال وزارة التضامن الأسرة شنو كيدير التضامن الأسرة، ويمشي يقلب على وزارة الفلاحة شنو كيدير وزارة الفلاحة. موقع بمثابة مؤسسة فيها المعلومة ديال الشراكة، أي الفلوس والبرامج والشراكات والتكوينات إلى آخره، حتى هذا هو كيدخل في المؤسسة العلاقة بين الدولة. طبعا شنو الفائدة ديال الموقع هذا؟ هو أن المعلومة الشراكة والتكوين تكون عندك كجمعاوي. أتعرف بأن كان واحد الوزارة بغا يدير التكوين مثلا، أنت غتصيفط
وغتستافد، يمكن ماشي من هذه تستافد من هذه، ولكن ما تبقاش المعلومة حكر على الناس اللي كيقدروا يوصلوا طرق المعروفة أو تكون عندهم خبرة معينة استثنائية أو إلى آخره، في حين العموم ما عندوش معلومة. كتقول لنا وزارة كذا دارت واحد مثلا حتى المؤسسة العمومية مثلا دابا الوصف مثلا، الوصف مثلا كتشري في الوصفات عنده واحد العمل كبير مع الجمعيات، كيدير شراكات مهمة مع الجمعيات أو مثلا شركة مناجم أو للسؤادين، أي مسؤول الدولة ولمن حتى القطاع الخاص ودخل في بنك الموقع، ملي كنصيب أنا واحد المجموعة ديال بحال السوق بحال البورصة كنصيبها المجموعة الأولى الثانية الثالثة السمية إلى آخره، كنقول هذا يصلح لي نشترك فيه، أنا صيفط هذه باش نستافد. هادشي اليوم ما كاينش، ما عندكش من توصل المعلومة إلا إذا كنتي واحد محترف ومناضل جمعوي والعلاقات والاتصالات وعندك شي شبكة معينة إلى آخره، أما الأغلبية الساحقة ما عندهاش هذه المعلومة هذه. إذا في التزامات ديالنا الحكومية اللي جات مع الحوار الوطني نعملوا موقع مؤسساتي اللي فيه هذه المعلومات، رانا إشارة الجمعيات. أيضا المحاسبة الجمعيات دخل واحد نظام، ما كاينش اليوم نظام محاسباتي، واحد بلون كونطابل ديال الجمعيات، حيت الجمعية ماشي شركة، ماشي كتربح شي فلوس، الجمعية ماشي إدارة، ماشي الدولة، الجمعية جمعية مجتمع مدني مؤسسة مدنية، ما عندناش اليوم واحد نظام محاسباتي. حيت نبغي نقدم الحساب ديالي يقول لي انت بلاتي انت ماشي شركه، هاد الطريقه ديالك تمشي عند واحد المحاسب تيقول لي انت راه جمعيه، هاد الطريقه باش كدير الحساب ديالكم انتم كجمعيات، ها هو النظام الخاص بكم، ما عندناش هاد النظام. حتى اللي بغى يخدم دابا الحساب كيجمع الاوراق ويدير التقرير ديالو يكتبوه يطبع عليه ويقول ها شحال تخدينا وها الاوراق ديالنا والسلام، ما كاينش ان بلون كونطابل بحال الشركات اللي كيقدموا الحساب ديالهم مثلا الدوله. هادو بعض العناوين في المأسسة، كاين بزاف ديال التدابير، تكون غير أهم الأمور اللي غتعطي اليوم العلاقة بين الدولة وبين الجمعيات واحد العلاقة مؤسساتية فيها الوضوح وفيها المسؤولية ديال كل طرف. المحور الثاني استراتيجي في هذا النهوض هو ما نسميه اليوم بتقوية الديمقراطية التشاركية، وهنا الدستور ما خلاش كلام عام، شنو عمل لنا؟ قال لنا الفصل 15 الفصل 14 الفصل 15 139 فيهم امور مهمه جدا. اش يقول الفصل 14؟ تيقول لنا يمكن اليوم المغاربه بلا ما يتسناو البرلمان يعمل شي قانون او الحكومه تجيب شي مشروع قانون، يمكن المغاربه هما يديروا القانون. نهار الخميس اللي فات يعني والبارح في مجلس الحكومه ديالو البارح، يعني حصل لي الشرف قدمت هذا القانون التنظيمي في مجلس الحكومة. هذا القانون التنظيمي كتعرف القانون التنظيمي كتمشي للمجلس الوزاري ديال رأس جلالة الملك، الحكومة ناقشناه كانت الملاحظات وإن شاء الله يترفع المجلس الوزاري. شنو تيقول هذا القانون هذا؟ تيقول لنا إلى واحد مجموعة المغاربة وقعوا على واحد الملتمس باغين يغيروا شي قانون، باغين يعدلوا شي قانون، باغين يقترحوا شي قانون، عندهم واحد الشروط خصهم يحترموها وكيتحط داك الملتمس في البرلمان. شنو هاد الشروط؟ يكونوا مغاربه بطبيعه الحال، واحد من بعض الامور، وكاين واحد النصاب ديال التوقيعات تقترح 25,000 توقيع. غتقول لي بزاف التوقيعات، شكون اللي غادي يمشي يجمع 25,000 توقيع باش يغير قانون؟ غنقول لكم هذا الرقم هذا هو اقل رقم كاين بالنسبه للدول اللي عندها هذا النوع من التشريع ديال المجتمع المدني، واللي فيه واحد النسبه اقل دوله عندها النسبه هي الباراغواي، عندهم 0.3% ديال الناخبين، عندنا 25,000 هي اقل من 0.2%. علاش؟ هذا التشريع على القانون، كتبغي تغير قانون، ما بغيتش تغير بتقطع شي فكره، بغيت تمشي تغير قانون. غدا ملي غادي يجيو مثلا الفلاحة ولا الصناع التقليديين ولا الطلبة ولا الأساتذة ولا ما عرفتش شي شريحة معينة عندها شي مشكل مع شي قانون، كدير عريضة تشريعية كتسمى ملتمس وكتجيب داك الشيء مكتوب وكتوقع تجمع التوقيعات وكتشدو كتحطو بالوكيل كيسمى وكيل ديال ديك المجموعة وكيمشي للبرلمان وكيحطو في البرلمان وكيستلم وصل على داك الإذاع ديالو وكيدخل هذاك المشروع داك الملتمس كيدخل للبرلمان كيدخل في واحد المسطره حتى كتحط في اللجنه اللي هي معنيه وكتدرسو ويمكن يمشي للجلسه العامه ويصوتوا عليه. هذه واحد القضيه ثوره كبيره جدا،
ما يبقاش القانون كيصنعوا لنا غير البرلمانيين او الحكومه، كتعرفوا الحكومه.